في التعليم وأخرى في مجال التجارة، حيث تواجه سردينيا أزمة اقتصادية كبيرة. ومن أجل مواجهة هذه الأزمة ابتدعت إحدى الشركات نظاما جديدا يمكن المواطنين من بيع خدماتهم وشراء ما يحتاجون إليه دون استخدام عملة اليورو. في هذا المتجر في سردينيا لا يحتاج المشتري لاستخدام بطاقات الفيزا أو الماستر كارد أو حتى عملة اليورو. صاحبة المتجر تقبل ما يطلق عليها عملة الساردكس التي لا تحتاج لأكثر من الانضمام لمجموعتها لشراء وبيع البضائع دون استخدام النقود أو دفع سعر الفائدة على الديون. دعنا نفترض أنك تريد شراء كمبيوتر قيمته 1000 يورو، والشيء الوحيد الذي تفعله لدفع الثمن هو أن تبيع منتجاتك وخدماتك من خلال شبكة الاشتراك. فإذا كنت صاحب مطعم فما عليك سوى أن تبيع مناضد الطعام بالساردكس لبعض أعضاء الشبكة بدلا من دفع اليورو. أما المشتركون فيحتفظون بحساباتهم في داخل الشبكة. هذه الشبكة أنشئت من أجل مواجهة المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها سكان سردينيا، التي توجد فيها أعلى نسبة لبطالة الشباب في إيطاليا، ويجد معظم العاملين في الأعمال الصغيرة صعوبة في الحصول على القروض من المصارف. الأزمة مستمرة ونحن نشعر بها في كل مكان، وأعتقد أن هذا النظام الجديد سوف يساعد على اقترابنا من بعضنا بعضا. خلال عام 2010 تبادل المشتركون بضائع قيمتها 300 ألف ساردكس، وبلغت المعاملات في هذا العام نحو 12 مليون ساردكس، وتشتمل الشبكة الآن على نحو 1300 مشترك. نظام الساردكس هو عودة إلى نظام المقايضة القديم، حيث يبيع الإنسان ما عنده من أجل الحصول على ما عند الآخرين. ولكن هل يجدي هذا النظام في معالجة الأزمات الاقتصادية الكبيرة؟ سؤال يحتاج إلى إجابة. هذا مساء مستمر معكم.